حول جهود الدولة في استقبال مطار العريش للمساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية، يطلعنا عليها من العريش مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا من داخل مدينة العريش وبالتحديد بالقرب من المركز اللوجستي لخدمات الهلال الأحمر المصري. اليوم بالفعل تم استئناف حركة دخول شاحنات مرة أخرى من معبر رفح متجهة إلى معبر العوجة ومعبر كرم أبو سالم، ثم بعد ذلك دخول هذه الشاحنات مرة أخرى إلى قطاع غزة. بحسب آخر الإحصائيات التي وردت لنا من هيئة المعابر والحدود المصرية، فإن عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح يعني تقدر بحوالي 85 شاحنة محملة بالعديد من المواد الغذائية والمواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام وغيرها ما يحتاجونه من الشعب الفلسطيني من هذه الخدمات. أيضا كانت هناك 166 شاحنة عبرت مباشرة من معبر رفح ثم معبر يعني كرم أبو سالم للاتجاه إلى قطاع غزة مباشرة، ولدينا أيضا 6 شاحنات يعني للوقود، يعني 4 منها للغاز الطبيعي واثنين ل السولار. أيضا لا زالت الجهود المصرية متواصلة يعني لدعم الأشقاء الفلسطينيين، ونتحدث هنا عن الخدمات الطبية، فيعني أكثر من يعني 30 من الجرحى الفلسطينيين عبروا معبر رفح خلال اليومين الماضيين واتجهوا إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد لتلقي العلاج. أيضا مطار العريش يعني لا زال يستقبل العديد من الطائرات، طائرات الإغاثية وطائرات الإجلاء، وهنا نتحدث عن 3 طائرات قد وصلت بالفعل منذ الأيام الماضية، نتحدث عن طائرة تركية وطائرة قطرية وطائرة خاصة بالصليب الأحمر الألماني. كل هذه يعني الطائرات تقدر حمولتها ب 120 طن من المساعدات المختلفة، المساعدات الطبية والوقود وأيضا الخيام وكل ما يحتاجه الشعب الفلسطيني يعني في معاناتهم جراء الاحتلال الإسرائيلي والقصف المستمر على قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا اليوم من مدينة العريش، تحدثنا خلالها عن المساعدات وعن معبر رفح وعن يعني الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للشعب الفلسطيني، وأعود إليكم مرة أخرى.